رمضان في فترة كيرف نازل، هو لو محتاجش نادي الزمالك وهو اللي قال انا عاوز العب في نادي الزمالك، يعني ممكن تلاقي العمر بيعدي بيه وكيرفه بينزل في الكورة فهيتنسي. فرمضان محتاج الزمالك جدا عشان يرجع تاني نفس اللعيب الشخصية الكبيرة اللي بيكسب بطولات، اللي بيلعب في هو النادي مش دايما عارف فيه له ضغوط. تصريح مش عارف حقيقي واشك يعني انه حقيقي، قال لك الزمالك ما يقدرش على 8، لا ما اعتقدش انه يقول كده، ما يقولش صح؟ لا لا ما اعتقدش، ما اعتقدش. ده منتشر جدا ومحمد شبانه قاعد خلي يعلق بالك عايز عليه اقول حاجه، وبتاع، زميل محمد بص شبانه السوشيال ميديا دلوقتي كابتن ممكن، ممكن تكذب. ها لا تكذب ليه؟ لان هم ممكن يكونوا حاسين ان رمضان قريب من الزمالك وهو عاوز الزمالك والزمالك عاوزه، فيبتدوا ينزلوا تصريحات لرمضان تخلي جماهير الزمالك مثلا ايه تقول لك لا مش عاوزينه خلاص، او الاداره تقول لك لا مش عاوزينه حتى لو احنا عندنا ميول ليه، فهم فتقول فعلا. فده طبيعي يعني. هل يوسف اسامه نبيه ممكن يعوض شويه؟ مش دلوقتي انت فهمت، لان هو بيلعب في نفس المكان ايوه بس مش اللي هو دلوقتي. السرعه ويعدي من واحد على واحد ويلعب كور يوسف بالعرض. اسرع منهم كلهم، خلي بالك ايه يوسف اسرع منهم كلهم بتكلم بمراحل، ليه كل ما اقابل حد في الزمالك عشان انا عارفه. يقول لي يوسف اسامه نبيه اسرع لاعب في مصر؟ ايوه يعني في ناس بتقول لي كده، يوسف دي اسامه حقيقه، نبيه ده اسرع لاعب في مصر، ايوه دي حقيقه، سريع كده قوي دي ايمن. حقيقه. فعارف الكوره بتاعت البنك الاهلي اللي زقها هاتوها لي يا جماعه. مره، كنا بنلاعب الاهلي في 99 وانا كنت رئيس القطاع، فرحت اتفرجت عليهم. نفس الكوره بالظبط دي، كان بيرجع هو مواليد بيدافع 2000 على فكره. كان بيدافع على ال 18 والكوره جات له زقها من ال 18 لحد نص الملعب وسبق كل فرقه الاهلي، فهو سريع جدا ما شاء الله، هو عداء يعني. عداء يعني، عداء ده ما شاء يعتبر الله. ميزه مش موجوده كتير في لا لعيبه، لا طبعا خالص، بس هو محتاج وقت. محتاج وقت نمره واحد، نمره اتنين محتاج واحد دايما واقف على دماغه لدرجه ان هو يزهقه عشان يعلمه ازاي يتحرك من غير كوره. وده فيريرا ممكن يعملها، بالظبط عشان كده لفيريرا هو بروفيسور فهو بيعلم بالظبط.